خرجنا في كل الفصول، في الشمس، في الثلج، في المطر، بقاد باش تسمعونا. ارحلوا وخلونا الجزائر في امان، يبنوها شبابها. ما خلونا والو في ذي البلاد 20 سنه، خلاص خلاص حسينا روحنا حراقه لاجئين في بلادنا، خلاص نحوسهم يروحوا يبعدونا. وكليتوا وديتوا وسرقتوا، والله يسهل عليكم، الله يبارك. شوفوا مظاهره سلميه مليونيه، الله يبارك. مليونيه هنا في ولايه جلفا، ونحوسهم يروحوا من الباب الواسع. 20 سنه بركات، ورانا في الجمعه الخامسه صاي. ما خلاو في البلاد، خطاوها وسمعوها وخطاو ولادها. بركات بركات بركات، كلوا فوقنا 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 فوق ولادنا. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، خرجت على الناس غليزة تاع اليوم، كان ضد احزاب الموالات اللي تحوس تركب المطر، مشي الموج تركب المطر، وحنا هنا خارجين ضدهم اليوم. خاش هذا حراك، حراك شعبي، ما فيه لا حزب لا والو. هذه هي الهضره اللي نبغي نوصلوها لفوق. وتحيا الشعب غليزان، وتحيا الشعب، والشعب لا يمثل الا نفسه. من طرف حنا ما نقعدوش غير نهضروا ونقوي عليهم الهضره ونقعدوا نصنعوا في السيناريو. حنا رانا باغيين بوتفليقه، الوزاره الخيان اللي خونوا، اللي داو دراهم الشعب، اللي كلوا حق المساكين، اللي حق المعوقين. شوف قال لي في البوفوار، قال لي كان عنده مسؤوليه يتحمل المسؤوليه تاعه ويخلص ويعذب ويروحوا يبعدونا. وحنا الشعب، حنا رجال، حنا رجال نبنوا بلادنا، حنا متخفين عاقلين شابين متربين. وين بغاو يقولوا لهم مرضى نمرضوا لهم، نهبلوا لهم كيما يبغوا، رانا معاهم. نطالب سيد رئيس الجمهوريه بتنحيه عن السلطة، ونطالب له وهو الذي كان يدعو إلى بناء دولة القانون باحترام القانون وباحترام الدستور، والتنحي عن السلطة ولا تمديد، لأنه بالتمديد يعد خرق للدستور الذي يعد أسمى قانون أدعى قانون في البلاد. عند انتهاء فترة الانتخابية التي سوف تنتهي بتاريخ 28 أفريل، نطالب رئيس الجمهورية بالتنحي، نطالب رئيس الجمهورية بالتنحي، نطالب رئيس الجمهورية بالتنحي، وكفانا النرجسية. خرجوا معنا لا النواب تاع ولاية سعيدة، ما خرجوا معنا لا المير، لا لافيوي، لا لافيسي، ما وقفوش معنا خويا. احنا هذا الحراك راه غير للشعب، هذا الحراك راه خاص للشعب، نفهم خويا. احنا ملي رانا خارجين ربع مسيرات وهذه الخامسة، غير تسنتو، هادو ربع مسيرات ودي الخامسة، ما خرجوا معنا خوتي. حنايا ملي رانا خارجين ما وقفوا معنا نواب، ما لقينا فيهم فايدة، ما يعاونونا، ما وقفوا معنا. علاش الشعب راه مقلق؟ هادو حتى تاع سعيدة، تاع سعيدة ما جابوا تاع حياة للولاية. ما خاصناش حنايا تأطير، المسيرات تبناها الشعب، والحراك الشعبي، والحراك الشعبي تبناه الشعب. حنا ما خاصنا لا تأطير ولا حاجة واحدة أخرى. مش كي السفينة، مش كي السفينة بدات تغرق بديتوا قاعد صوتي يوم السفينة. سي بون. والنواب لي ديبيتي لي سيناتور، أي ممثل ولاية سعيدة ما يمثلنا، ما يمثلناش حنايا، يمثل روحه. اليوم شعب عنابة تسمى كيما كل خطرة، هذه الخرجة الخامسة بربي إن شاء الله. حنايا المطلب تاعنا دائما ويبقى دائما هو إسقاط النظام ورحيل هذوما الأحزاب، هذوما كيما لبالان جماعة الكاشير كيما راكم تشوفوا فيهم. والحمد لله يا ربي تسمى ناس عنابة بقوة، ونشكروا قناة الشروق اللي راها تساند فينا حنايا، راك فاهم. وحبيت نقول للسلطة الفاسدادية إلى الأمام، ومشنا راجعين لورا بربي إن شاء الله. ما نسحقوهمش، يكلاو يعملوا كل سخر وخلي دارت البلاد الاخرى. ما نسحقوهمش، يروحوا لينا انسيا المجاهدة. تحية بلادي وتحية، يرحم الشهداء اللي راح تغيير ظلمونا وتحررنا، وخدمت 30 سنة ما ربحت حتى شيء. نقول لك اش تمديد وما كاش تعديل، انتوما كليتونا حكارين، انتوما اللي قتلتو، انتوما اللي قتلتونا بالكوكايين، وقتلتو ولادنا وخاوتنا. على جاكم راهم يحرقوا يا المنافقين، ما راش محتاجينكم. هاي هاي.
كل واحد راه يمثل روحه، ما كاينش اللي يمثلنا، حنا ماناش خوانا. في 1962 استقلال الارض، وفي 2019 استقلال الشعب. هذو الخوانا، هذو الخوارج، هذو الايادي الخارجيه اللي راهي تحكم، حنا نحرروا بلادنا، ما تحقوش جماعه اللي راهم يحكموا فينا. نحن الجيل الصاعد، تحيا الجزائر حره مستقله.